وبدايه المباراه هتلاقيها مهمه طبعًا جدا. طبعا طبعا. اتفضل. المقارنه بقى بعد كده للباك الشمال تحديدا بما ان احنا اتكلمنا عليه يحيى عطيه الله وعلي معلول. طبعا مقارنه فارق كبير جدا ما بين الباك هنا والباك هنا. علي معلول لعب 8 مباريات مع النادي الاهلي من في دوري ابطال افريقيا مسجل 3 اهداف وصانع هدف، اكتر لاعب مساهم في اهداف مع في النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا 4 اهداف. ونيجي للناحيه الثانيه ما صنعش غير هدف واحد اللي هو يحيى عطيه الله، هو على المستوى الهجومي يعتبر جيد بالنسبه للارقام الدفاعيه. متوسط لمس الكوره علي معلول 71 مره، اكتر لاعب بيلمس الكوره في النادي الاهلي، وده دليل ان هو مفتاح لعب النادي الاهلي، مقارنه ب 39 مره ليحيى عطيه الله ورقم 36. 36 طبعا فرق كبير قوي ما بين 36، يعني اكتر من النص، اكتر من الضعف يعني بالنسبه له. بالنسبه لمتوسط التدخلات الدفاعيه اللي هي الانترسبشن بتاع الاثنين، علي معلول اعلى 2.3، يحيى عطيه الله 1. متوسط ارسال العرضيات في الماتش الواحد معلول بيعمل 1.7، يعني عرضيتين في الماتش. الناحيه الثانيه بيعمل نص عرضيه، يعني هجوميا مش ما بيوصلش على العرضيه، يعني ما بيوصلش للاخر، هو بيعتمد اكتر على التسديد من الباكات اللي بيسلم او يسلم العمق. بالنسبه بقى لمتوسط صناعته للفرص، يحيى عطيه الله نص اللي هو التسليم للعمق اللي حضرتك بتتكلم عليه يا كابتن هاني، علي معلول 9 من 10. فعلي معلول بسم الله ما شاء الله تقريبا ارقامه اعلى من يحيى، الضعف تقريبا بالنسبه ليه يحيى عطيه الله. برضو من النقط الفيصليه زي ما قلنا، اول ربع ساعه بكره مهمه جدا 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 ان انت تستحوذ عليها وتعمل اكبر عدد من التمريرات عشان تبص في نفوس لعيبه الوداد الرعب ان انت خلاص حاسم الماتش. الحاجه اللي بعد كده برضو من التفاصيل الصغيره، الضربات الركنيه والضربات الثابته، هم عندهم نقطه ضعف واضحه في الضربات الركنيه اتكلمنا عليها قبل كده، لازم نستغل بكره الضربات الثابته والضربات الركنيه لان هدف هينهي المباراه تماما. نيجي بعد كده احنا كمان نخلي بالنا خاصه مع عوده كوماره، مع عوده كوماره المدافع الطويل اللي هو المميز لازم يتلعب عليه مان اللي هو مروان او بادجي، واحد المهاجم لازم يكون ماسكه، لازم يكون راجع معاه.